أنا المواطن زليقة يحيى الكعبي، صاحبة مزرعة زيت كي بنان بمنطقة جيزان. نملك مزرعتها ما يقارب 120 معاد، فيها ما يقارب 100,000 شجرة من الموز، بدأ الحمد لله الإثمار الآن. المزرعة حتنتج سنويا بمشيئة الله ما يقارب 20 طن. الموز السعودي والله إنتاج فاخر. الآن جاهز للأكل الموز؟ هذا باقي يأخذ 3 أيام إلى 4 أيام في الثلاجات التخمير والإنضاج ويصير جاهز للأكل. الموز وجبة أساسية في السفرة الجيزانية. أشجار الموز في وادي بيش.